السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واش حوالكم اليوم؟ إن شاء الله تعدوا لاباس. عندنا مشكل اليوم تاع اللمبة تاع الفريما، أكيد راها شاعلة، الفريما هاي هابطة، أكيد راها شاعلة، دوك المشكل تاعها وين نلقاوه؟ دوك نخلو الفريما هابطة ونروحو نشوف، ولا راها المشكل تاعها لا راها شاعلة، عندنا هنا اللوكيت تاعها راه ناقص، رقد رقد. لوكيت راح ناقص، حنا دوك نزيدو لها لوكيت، قبل ما تبدل لها لوكيت تزيد لها لوكيت، شوف لها قبل الفريما، لا البلايك، بلايك راه مليح ولا ماهوش قبل ما تزيد لها، حنا نزيدو لها لوكيت، لوكيت راح ناقص بزاف، هكذا، هكذا تشوف لوكيت ها ولا هنا وطلع. نزيدو لها الماكسيمو تاعها هذاك هو قد قد، نعالو كي ذاك راه مليح مريكل، باك هي تخدم على نقلاهو الكابتور تاعها ها ورا، هذا دوكا نروح نعاودو نصيد، رجعو تاعنا لهنا راه تصب المطر، فما تزيد مكيساش حتى قطرة تاع مطر، نعاودو نروحو نشوف، لهنا نديرو كونتاكت. من نوضها ولا ما نوضهاش فيها كلي تقرا، نصبر عليها شوية هكذا تعاود تولي تطفى كيما هكذا دوكا، كي تريقل لوكيد تاعها نهبطو فريمة تطفى، نطلعو الفريمة تشحن، المشكل تاعها راه كان عندها نقصة لوكيد، هذه هي المعلومة تاع اليوم، وأي معلومة تحتاجوها راكم تكتبوها لنا في التعليقات، برب إن شاء الله نقدر نوفرها لكم. أي دمتم في رعاية الله وحفظه، وبارك الله لكم على المشاهدة، وكان معكم كهرباء السيارات أسامة أوزو، ولاية المسيلة، البلد الجزائر، كما هذه إذا كنا نكملها، كنا مبدلينها ريكلاتا راديتور شوفاش، هذا ونكملناها وعندو المشكل هذا ثاني زدنا ريقلناه، هذه هي، المهم أي معلومة تحتاجوها اكتبوها لنا في التعليقات، برك برب إن شاء الله نقدر نوفرها لكم، قول لهم كلمة. اي كلمة، ام السيارة حشم ما حبش يهدى، اي بس قولوا بارك الله فيكم كلمة زين، بارك الله فيكم.